السلام عليكم دكتور يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أستاذ، أهلا بحضرتك فندم، كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وأنت طيب حبيبي، الله يخليك. يعطيك عامك العافية يا مبارك. رب. نبدأ بسم الله. بسم الله، توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج التوعية وتثقيف الصحة عند السكري المقدم من جمعية السكري السعودية الخيرية بتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة. نقدم لكم البرنامج التثقيفي اليوم بعنوان المسموح والممنوع لمرضى السكري في رمضان، يقدمه سعادة الدكتور يوسف إبراهيم عبده، دكتوراه في الكيمياء الحيوية التغذوية، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وعليكم أهلا السلام وسهلا ورحمة الله بك. وبركاته. كل عام تفضل والجميع يا فندم. بخير. أهلا وسهلا، كل عام والجميع بخير. أولا أشكر الأخوان في الجمعية، في جمعية السكر، بتاحة الفرصة، وثانيا أشكر الحضور على اهتمامهم بهذا الموضوع. وبسم الله نبدأ. نقول اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في موضوع المسموح والممنوع، بما اننا احنا في شهر رمضان والموضوع مره مهم بمرضى بالنسبه لمرضى السكر، فلازم نتطرق لبعض النقاط المهمه بالنسبه لمرضى السكر. مقدمتنا هي بعد الصلاه على رسول الله، يعني راح نبدا يعني بالنسبه لمريض السكر، فموضوع مريض السكر فرصه مره مهمه انه يحاول يتخلص من بعض العادات السيئة اللي ما هي كويسة ويبدلها بعادات كويسة في رمضان. بالنسبة للوضع الصحي الخاص بها بمرضى السكر، هناك عندنا بعض الشروط، بعض القواعد المهمة لمريض السكر لازم يتبعها، ولازم احنا نكون مطلعين عليها ويكون عندنا خلفية كاملة عنها قبل ما نبدأ في موضوع الصيام في شهر رمضان. الشريحة اللي بعدها، طيب هنا يا أخواني نبغى نبدأ مين اللي يسمح له بالصيام في شهر رمضان. طيب اللي يسمح للصيام في شهر رمضان، إحنا يعني في عندنا شوية اشتراطات، في شوية شروط مهمة عشان نقول أنت تقدر تصوم ولا أنا أقدر أصوم يا مريض السكر في شهر رمضان. أول شيء لازم وشيء مرة مهم، لازم تاخذ موافقة من طبيبك المباشر وطبيبك المختص بأنه يوافق لك على موضوع صيامك في شهر رمضان، لأنه هو أكثر إنسان يكون عارف ومطلع بوضعك الصحي وحالتك الصحية، وهل ينفع لك إنك أنت تصوم ولا ما تصوم. الموضوع الثاني، بعد ما سوينا عملية الموافقة مع الدكتور وتابعنا وراجعنا وادانا الدكتور الموافقة، نبدأ نسوي عملية بعض التغييرات، نراجع أخصائيين التغذية العلاجية في العيادات، ويبدأ يعدل لنا عملية كيف الصيام، لأنه أنتم عارفين موضوع الصيام في رمضان إحنا راح ننحرم من كم وجبة مهمة. راح تصحى الصباح ما حتلقى فطور، راح يجي عليك الظهر ما حتلقى غدا، وجبة الغدا راح تتأجل إلى المغرب، وبعدين راح تكون السحور مرة متأخر، فحيصير في تغيير جذري في عملية الوجبات وأوقات الوجبات وكمياتها وأنواعها. اللي كانوا متابعين معانا في المرة اللي راحت، كنا يعني كانت في محاضرة اللي هي قاعدة كون، وإحنا كنا مهتمين بالكمية والنوع والوقت عشان نحافظ على وجبة صحية كويسة بالنسبة لمريض السكر. طيب بعدين نبدأ نتكلم في الموضوع بالنسبة لهذه الناس اللي مسموح لهم. الناس اللي ممنوعين من الصيام بعد ما تروح للدكتور وبعد ما تتفاهم معه، في ناس مرة يعني لازم يكونوا حريصين جدا إنه ما يصوم رمضان، وإنه لازم يكون يعني مريض دكتور يكون متابعهم متابعة جدا دقيقة وعن قرب، إذا في إمكانية للصيام ولا ما في إمكانية للصيام. خلينا نتطرق للحالات اللي ما ينفع يصوم فيها مريض السكر. طيب أول حالة اللي هو إنسان مريض السكر من النوع الثاني وحالته متقدمة جدا وجاته أعراض بسبب السكر المرتفع لغير منتظم، جاته مشكلة في الكلى، جاته مشكلة في الشبكية، جاته أعراض
مرضية أخرى، هذا لازم يعني ما يصوم لين ياخذ 100 تأكيد من الدكتور، ولازم ويمكن ما يصوم يعني، وأفضل له إنه ما يصوم. الحالة الثانية إنه مريض السكر يكون غير منتظم، السكر حقه ما ينزل عن 300 أو 300 320، 300 في الـ300، هذا ما ينفع يصوم معانا، ولازم إحنا نسوي له عملية تخفيض مستوى السكر. وعنده إنه أهم من الصيام إنه يحاول يعدل مستوى السكر، عنده أهم من الصيام. إحنا بنقول يا جماعة الخير بالنسبة للصيام، في ناس ما بتسمع الكلام، بيروح وبيصوم، لا بيراجع طبيب، لا بيراجع أخصائي، لا بيراجع مثقف صحي، ولا بيراجع ولا أحد، بيروح من عنده كده بيصوم. يا جماعة الخير، أنت يعني أنت بدل ما تكسب أجر صيام، أنت بتكسب إثم إنك أنت ضريت نفسك. فما ينفع الموضوع ده، إحنا لازم نكون حريصين، لازم الدكتور يتخذ قرار عشان يديك موضوع، يقول لك انت تصوم ولا ما تصوم. طيب الحالة الثانية، الناس اللي مريضين من النوع الأول، جرعتهم اللي بيتناولوها جرعات عالية وجرعات متكررة كثير، هذا لازم، أو الناس اللي مستخدمين المضخات لازم يكون تحت إشراف طبيب، ولا ما يقدر يصوم من لحاله، عشان لا ندخل في حموضة، عشان لا ندخل ننام في مستشفى. بدل ما يعني في ناس يخلص رمضان يقول الحمد لله خلصت رمضان، وهو حالته الصحية جدا سيئة، بدل ما يكون الصيام صحي له راح يكون الصيام مضر له. فإحنا لازم يعني ننتبه للموضوع ده. الحامل تنتبه من موضوع الصيام، لازم تراجع الدكتور يقول لها تصومي ولا ما تصومي، ينفع لها ولا ما ينفع لها الصيام. بعدين عندنا مريض السكر المصاب مرض مزمن، مثلا أمراض القلب، الكانسر، السرطان، اللي عنده مشكلة في الكلى، اللي عنده أي أمراض تانية مصاحبة بسبب السكر أو أمراض أخرى، ما يصوم ألين يراجع الطبيب يكلمه يعني، والطبيب هو اللي يقول له تصوم ولا ما تصوم. طيب في كمان عندنا اللي هو بعض الحالات الثانية اللي هو لازم احنا ننتبه منها، اللي عنده جاته غيبوبه بسبب غيبوبه كيتونيه مثلا، عنده صارت له يعني انسان غير منتظم، له 3 شهور غير منتظم قبل شهر رمضان، صارت له مشاكل صحيه، يصوم يزيد المشكله مشكله؟ لا، يعني لا حمد الله نفسا الا وسعها يعني، وانه الله الحمد لله الله اتاح لنا في عندنا رخص، فما هو الموضوع انه لا انا لازم اصوم، لا انا ما الدكتور ما يفهم، لا انا لازم اصوم، اذا ما صمت يعني حرام. لا، ما هو شغلة، ما هو حرام انك انت ما تنتبه لصحتك، وانك انت ممكن تصوم وتخربط علاجاتك وتخربط وجباتك وتعرض نفسك، تعرض صحتك ونفسك الى اخطار انت في غنى عنها. اذا كانت في جاتك نوبة قبل كده، نوبة انخفاض سكر حادة، برضو لازم تراجع الطبيب، ولازم تشوف، تكرر نكرر ونقول لازم تحسب موضوع، ويعني تحسبها 100 مرة قبل ما تفكر تصوم. عنده في المرضى اللي عانوا من انخفاض متكرر في مستويات السكر قبل 3 شهور، عندنا أطفال برضو اللي مصابين بالسكر، العمال اللي عندهم مثلا أعمال يعني أعمال مرهقة وأعمال شاقة في فترة الصيام، هذا ما ينفع يصوم. ما نعرف يعني هو فجأة يكون مو آكل كويس، ما هو متسحر كويس، أخذ جرعة عالية، يكون بيمارس بعض المهن الخطيرة، يجيله إغماء، يجيله شيء، ممكن يفقد يعني أحد أعضائه في الأعمال الحرفية الحادة، ممكن يطيح، ممكن تصير له أي مشكلة، حتى اللي ما بيشتغل ممكن تصير له مشكلة هو في غنى عنها يعني. طيب عندنا يعني نقطة مرة مهمة، قبل رمضان يا جماعة الخير لازم نجهز لصيام رمضان. كيف يعني؟ نجهز لصيام رمضان قبل بـ3 شهور، لازم يكون التراكمي حقي كويس عشان أنا أجهز لصيام رمضان. أنا لازم يكون التراكمي حقي كويس، أنا لازم أعرف والله إنه أنا ترى من قبلها بـ3 شهور لازم أحاول يكون سكري منتظم، عشان يجي رمضان أقدر أنا أصوم. نيجي يجونا المراجعين في آخر
يوم قبل رمضان يقول لنا يلا سووا لي نظام غذائي، هذا اللي يكون مره مهتم وكويس يعني يجي يقولوا سووا لنا نظام غذائي. طب انت يعني الثلاث شهور اللي راحت ولا طول السنه اللي راحت ال 11 شهر انت ما انت مهتم بنفسك، ما بتهتم في جرعاتك، ما بتهتم في وجباتك، ما بتهتم يعني كيف تبغى تدخل موضوع صيام وتبغى تلغي وجبتين فطور وغداء وتبغى تاخر الغداء وتبغى تاخر السحور وتبغى تدخل في 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 يعني في موال وانت ما انت منتظم يعني. فاحنا لازم صراحه نكون مهتمين في الموضوع ده ونعطي له قدر كافي من الاهتمام والجديه قبل ما نفكر نصوم. الشريحه اللي بعدها يا استاذ. طيب الشريحه هذه احنا بنقول في حاله انه الانسان محافظ على سكره، اموره كويسه، الدكتور ضبط له اموره في جرعاته، عدى على حقون التثقيف، ضبطوا له حقون الجرعات حقته، عدى على حقون العياده التغذيه، نظموا له سكره. هذه النصائح اللي احنا بنحاول نقول له يحاول يتبعها لما يعني يبدا يصوم ان شاء الله. بعد ما يراجع الطبيب يوافق له الطبيب عليها يعني مهمه هذه نطلع عليها. اوكي طيب نجي في النصائح بالنسبه ليش نصائح الصيام الفطور، نبقى يعني عندنا شويه نصائح في الفطور وعندنا شويه نصائح في السحور. خلينا نبدا في حقه الفطور. الفطور عندنا يا جماعه الخير اول شيء لازم نتناول وجبه الافطار في اسرع وقت ممكن، يعني بعد الاذان الطوالي ما نقول نتاخر، مهم ندخل على طول في موضوع الافطار على طول. الوجبات لازم تكون في البدايه الوجبه عباره عن تشرب لك شويه مويه وتاخذ لك ثلاثه حبات تمر صغيره الحجم، لا تكبر لا تكثر تمر. يعني التمر يعني اوكي ثلاثه حبات صغيره هي حقه السنه وخلاص. طيب لازم نقسم الوجبات الوجبه الافطار لازم نقسمها، بمعنى ناخذ لنا كوب مويه، نشرب لنا كوب لبن، ثلاثه حبات تمر، نبدا ناكل خضار اللي هي مثلا ناكل سلطه، نشوف الشغلات اللي زي كده اللي هي ايش تكون ما فيها سعرات حراريه عاليه ولا فيها سكريات عاليه، وبعدين اخر شيء نبدا ناكل اللي هو الوجبه الرئيسيه حقتنا. نحاول قدر المستطاع نتجنب الاطعمه اللي فيها حلو والمخللات والموالح والاشياء هذه، قدر المستطاع نحاول نتجنبها. طيب النصائح التابعه برضو الاغذيه الدسمه والاشياء المقالي نحاول نتجنبها بقدر المستطاع. الان في قلايات اللي هي تقلي بالهواء كويسه، يعني بدل ما يصير عمليه قلي المقالي تصير تغمر في الزيت غمر كامل وتتعبى زيوت وتتعبى دهون، الان المقالي هذه الجديده كويسه. ولو اني انا برضو احاول ان انا نتجنب عمليه القلي تماما، نحط الاشياء نبغى نحطها مثلا في الفرن تكون كذا افضل لنا. اوكي نشرب كميه كافيه من المويه، لازم ضروري طول فتره السحور او طول فتره الافطار لازم تكون المويه معانا عشان نعوض السوائل اللي احنا فقدناها في فتره الصيام. المشروبات اللي تحتوي على كافيين ما بنقول احنا نتجنبها مره او ما نشرب قهوه مره، الناس اللي متعودين على قهوه، الناس اللي متعودين كوب واحد يكفينا اثنين بالكثير، لانه الكافيين بيسوي لنا فقد، بيسوي لنا ادرار للبول الله يكرمكم، وهذا يسوي لنا مشكله في عمليه الاحتفاظ بالسوائل في الجسم اثناء فتره الصيام. العصائر بنحاول نبعد عن العصائر ونركز على الفواكه الكامله. طبعا الفواكه اللي هي تكون منخفضه من السكريات، يعني مو مانجا، المانجا سكرها عالي، مو نروح ناكل موز مثلا كثير الموز سكره عالي خلاص. طيب العصائر مثلا برتقال، يعني العصائر اللي تقريبا يعني مثلا عصير برتقال مثلا، العصائر اللي تكون العصير دائما القاعده العصير يركز السكريات. خلينا نضرب مثل، انت تاكل مثلا او احنا ناكل مثلا حبه حبتين برتقال نشعر بالشبع، بينما عشان تسوي لكم كاسه عصير يبغى لكم ثلاثه ولا اربعه او يمكن خمسه برتقالات عشان نسوي لنا كاسه عصير. هذا يعني انه السكر اللي موجود في الخمسه برتقالات
في كاسه ويمكن ما تشبعك، واحيانا كثير انه ما تشبعك كاسه برتقال. فهذه الصوره اللي هي العصيرات تركز السكريات، قاعده لازم نعرفها. هذا احنا بنتكلم عن العصيرات اللي هي ما فيها اضافه سكر. احنا بنروح عند المطاعم، والمطاعم بنعاني فيها معاناه مره كبيره، اللي هو موضوع انهم بيضيفوا سكر. مريض السكر لازم ينبه لحق العصيرات اللي بيجيبها من المطعم، لا تحط لي سكر، يعصر لك الان ولا يحط لك سكر. في حاله انك انت تبغى تاخذ كاسه عصير صغيره زي كده، لا تخليه يضيف لك سكر. طيب الكربوهيدرات لازم نكون يعني نتناول الكربوهيدرات، اللي نحاول نركز على الكربوهيدرات المعقده، زي مثلا مين الخبز الاسمر، نبدل يعني مع الخبز الاسمر ايش في عندنا مثلا الكربوهيدرات معقده، مثلا عندنا الدخون، الشعير، الاشياء هذه اللي هي دائما تكون فيها، ودائما ناخذ الحبوب الكامله، ما ناخذ مثلا اللي هي نتجنب مثلا الرز، نخفف منه قد ما نقدر. الرز الخبز الابيض نحاول نتجنبه، هذه تعتبر يعني سريعه الهضم، سريعه الامتصاص، وترفع لنا السكر بشكل مره عالي. طيب اللي بعده، طيب نيجي هنا في نصائح حق السحور. كده انتهينا من نصائح الافطار، ونيجي في نصائح السحور. لازم نكون ناخر السحور الى اخر وقت ممكن، يعني اخر وقت ممكن للسحور خلاص. وبعدين عندنا نتناول وجبة السحور تكون كاملة وشاملة، يعني فيها متنوعة من الأكل، ما تقول تركزوا على واحد نوع، على واحد شكل، يعني بس مثلا رز وخلاص كده. أنت يعني سويتوا مشكلة كبيرة في عملية فقد السيطرة على السكر في الدم. جرعتك ما حتكفيك إذا أنت بتقضي سحورك كله رز مثلا، لازم تنوع، تاكل خضار، تشرب لبن، تشرب مويه، تاكل يعني شويه من مثلا رز، تركز على اللحوم اللي ما فيها دهون. ايش في ثاني كمان ممكن؟ بعدين تاكل النشويات. طيب الكميات لازم نكون حريصين في موضوع الكميات، مهم جدا موضوع الكميات يا جماعة الخير. حاولوا أن يكون النشويات قد كف اليد، لا تحاول تزيد، يعني قد كف يدك، خلي ميزانك كف يدك بالنسبة للنشويات، لا تزيد عن كف يدك، عشان يعني موضوع الجرعات حقت الأنسولين ولا الحبوب اللي بيأخذها الإنسان، ما تقدر أنها تتعامل مع كميات كبيرة من النشويات اللي تدخل في الجسم، فلازم يكون مقدارك قد كف يدك خلاص. ولازم تكون الحبوب كاملة عشان فيها الألياف، تحاول تبطئ لنا من عملية الامتصاص، وتحاول تبطئ لنا من دخول السكريات في الجسم. اللي بعدها، الشريحة اللي بعدها، طيب تابع طبعا الموضوع ده اللي هو ايش عندنا، البقوليات وكل الأشياء اللي فيها بروتينات وألياف، إحنا نركز عليها في الأكل أكثر ما نركز على النشويات. بمعنى أنت جيت عندك مثلا بتبقى تأكل رز مثلا، هو الأغلب مثلا الرز. طيب لما تيجي تبقى تأكل الرز، بعد ما تشرب اللبن، تشرب موية، وتأكل خضار، أبدأ في اللحم، اللي تدور عليه اللحم يكون ما فيه دهون، حاول تتجنب اللحوم اللي فيها دهون خلاص. في الأخير يعني أبدأ كل في الرز، كبر اللحم وقلل الرز. لو خلينا مثلا الملعقة حقتك ولا يدك، خليها ثلاثة أرباعها لحم، وانت بتاكل ثلاثة أرباعها لحم، والربع خليه دهون، والربع خليه اللي هو رز. كده انت كسبت ايش؟ كده كسبت، تشبعت، أكلت أشياء مفيدة، أكلت أشياء قليلة من النشويات خلاص. حاول نتجنب النشويات اللي تركيزها مرة عالي، والفواكه برضو يعني نقطة مكررة، ونمتنع عن العصيرات برضو زي ما قلنا الأول. طيب الدهون عندنا مرة مهم، نحاول نبعد عن الدهون المكررة، نركز على زيت الزيتون، نركز مثلا على زيت مثلا في زيت الكانولا،
في زيوت كويسة على الأقل فيها منفعة، يعني زيت الزيتون كويس، زيت الكانولا كويس، في أوميجا 3. زيت الزيوت المصنعة هذه اللي موجودة فيها ترايجلسرايد عالي، دهون ثلاثية عالية، في بعض الدهون الحيوانية فيها كوليسترول عالي. مضرتها أكثر من فائدتها في حالة إنها استخدمت بطريقة غلط أو بكمية غلط أو في وقت غلط. فهذه نحاول إننا إحنا نكون حريصين ونتجنبها بقدر المستطاع. البروتينات برضو لازم نركز على موضوع البروتينات قدر المستطاع، لأنها هي تحسسنا بالشبع أكثر من النشويات، تحسسنا بالشبع طول فترة الصيام. ناكل البروتينات هي تحسسنا بالشبع وما ترفع لنا السكر. البروتينات فين نلقاها؟ نلقاها في اللحوم اللي من غير دهون، أكرر لكم، ونلقاها في البقوليات. أوكي، هو هذا اللي يعني نحاول نركز عليه عشان تساعدنا في عملية الصيام. اللي بعدها يا الشريحة اللي بعدها هنا اللي هو برضو تابع للشريحة اللي قبلها، اللي هو المشروبات المدرة للبول، معروف الله يكرمكم، اللي هي ايش؟ كل الكافيات، المنبهات، ولا اللي فيها كافيين، المشروبات اللي فيها كافيين هذه تفقدنا كثير من نسبة السوائل في الجسم، واحنا في حاجته في الصيام، في فترة الصيام بنحاول نحافظ على نسبة السوائل في الجسم. المحليات والمملحات والأشياء هذه برضو مهم إننا نحاول ناكلها بحرص. والحلا يا جماعة، الحلا دواقة، ما هو شبع، ما نشبع من الحلا. نحاول إننا نغير ثقافة إنه والله عندي قدامي صحن بسبوسة لازم أخلصه، يعني هذا يعني ما حتى للناس الصحيين ما ينفع. ونبغى نحاول قدر المستطاع نشرب كميات موية بقدر ما نقدر في فترة الإفطار، عشان يعني نحاول نعوض الفقد السوائل اللي صار معانا في فترة الصيام. طيب نبغى طريقة، يعني إحنا إيش الطريقة اللي راح نستخدمها؟ هذا الطبق عندنا اللي ممكن راح نمشي عليه في الفطور وفي السحور. طيب نشرحه. عندنا كاسة الموية، أي كويس انكم كبرتوه. عندنا كاسة الموية مرة مهمة في عملية، في كل وجبة نبدأ فيها في الوجبة. الترتيب مهم، الترتيب في الوجبات مهم. عندي مثلا، انا ما ادري الماوس بتبان معاكم هنا ولا لا، بالنسبة للموية مهم اننا نبدأ بالموية في كل وجبة، وبعد الموية راح نبدأ بالخضار، وبعد الخضار راح نبدأ بالبروتينات، وبعد البروتينات هنبدأ بالحبوب نخليها في الأخير، والفواكه نخليها بعدين. خلاص، فمهم جدا الترتيب في الأكل. ما نبدأ بالبروتينات، ما نبدأ بالحبوب، الحبوب فيها نشويات كثير لأنه الواحد جيعان، فحيبدأ بالنشويات، حيعبي بطنه نشويات، وحتخربط لنا جرعاتك، وحتخربط لنا سكرك، وحتخربط كل شيء. لكن نبدأ إحنا بإيش؟ نبدأ بالموية، نبدأ باللبن، كم حبة تمر، بعدين نتكلم ناكل شوية خضار، شوية بروتينات، ناكل إيش في أشياء فيها بروتينات. أنت أبدأ نقي في الصفرة وأنت قاعد، أبدأ نقي، أنت أبدأ ينقي. الترتيب مرة مهم عندنا عشان نحاول نطلع بأقل كمية نشويات وكربوهيدرات، ويعني نوصل لمرحلة الشبع بأقل كمية نشويات. طبعا مهم عندنا ممارسة الرياضة في الموضوع ده، راح نتكلم عنها في الشريحة اللي بعدها. طيب متى نقدر، متى يعني لازم نوقف الشريحة اللي بعدها، متى لازم نوقف عن الصيام؟ أنت صمت ولا أنت صمتي؟ أنا لازم أوقف عن الصيام، متى تتخذ قرار تفطر؟ أول شيء من يوم ما تعرف إنه حسيت إنه ارتفع سكرك، أعراض ارتفاع السكر، من يوم ما تحس إنه ارتفع، حللت لقيت سكرك فوق 300، تفطر طوالي. بعدها لازم تشرب مويه كتير. خلاص، من يوم ما حسيت السكر بينخفض
80 وبدأ ينزل وما زال في مرحلة استمرار، تفطر على طول حتى لو قبل المغرب بدقائق، لا تقعد تستنى لأنه ممكن تفطر من هنا ويجيك إغماء وتدخل في مشاكل. لا تقعد تستنى، من يوم ما تصحى من النوم لقيت نفسك سكر غير منتظم، في عندك مشكلة، تفطر على طول. لقيت صحيت من النوم حللت لقيت سكرك ما هو كويس، ما أقل من 80، في عندك مشكلة، لازم تفطر على طول. طيب أي شيء حسيته أما تخربط، لقيت شعرت كده إنك أنت إنسان ما أنت يعني ما أنت على بعضك، ما أنت مستقر، أمورك ما هي تمام، حللت لقيت أمورك ما هي تمام، تفطر على طول، لأنه يعني حتعرض لنفسك لمشكلة وتدخل نفسك مشكلة في متاهات أنت في غنى عنها. طيب الشريحة اللي بعدها، كيف نتحكم في موضوع السكر؟ في عندنا شوية عوامل مرة مهمة تساعدنا إننا نتحكم في السكر، منها ولا هي أهمها، لازم تكون عندك انتظام في أخذ الجرعات، سواء الأدوية أو سواء جرعات الأنسولين، لازم إنسان أنت تكون إنسان محافظ ومنتظم عليها. الشيء الآخر المهم يعني تقيس باستمرار. بالنسبة للقياس باستمرار، في الجهاز هذا كويس يعني أنا بستخدمه، كثير من المرضى بيستخدموه، اللي هو الليبري، ما يبغى له شكشكة إبر، ما يبغى له هذا، يعني كويس جدا بالذات الناس اللي جداد في السكر، لسه ما انتظمت وجباتهم، لسه ما انتظمت جرعاتهم، لسه ما انتظم ولا شيء معاهم يعني، أو الإنسان اللي ما هو منتظم أصلا، فكويس الليبري له كويس جدا يعني، وان شاء الله انه يعني ما يعني الحمد لله يعني تقنيه كويسه وتساعدنا كثير على مراقبه السكر. النظام الغذائي، لازم يكون النظام الغذائي، تكلمنا في الموضوع عن النظام الغذائي في رمضان، وان شاء الله بعدها ممكن حنتكلم في بعد رمضان كيف ممكن في لقاء اخر ان شاء الله ولا شيء، نتكلم كيف نبدا نحافظ على سكرنا في الشهر، في ال 11 شهر الأخرى يعني غير رمضان. لازم تتابع دكتورك باستمرار، إنك تهمل نفسك ما تتابع، تبدأ تتطور عليك الحالة، الشغلة اللي يبغى لها كنترول بسيط حتصير لها مشاكل مرة كثير، وحندخل في متاهات، وحيصير الموضوع صعب بس عشانك ما بتتابع. فإحنا نبغى المتابعة مرة مهمة. ممارسة الرياضة كل يوم، ما حتاخذ من وقتك 30 دقيقة، وزعها، قسمها، امشيها كلها، المهم امشيها 30 دقيقة، دي احنا نحتاجك انك انت تمشيها عشان تساعدك على انقاص وزنك، تساعدك على الكنترول على سكرك، بتساعدك في اشياء مرة كثير. وبعدين اللي هو العنصر الاخير، اننا لازم نشرب موية بشكل كافي سواء في رمضان ولا في غير رمضان، لازم احنا نحافظ على مستويات المويه عندنا. وفي الشريحه اللي بعدها طبعا الشيء بالشيء يذكر، يعني احنا في الان في كورونا، ولازم اوصيكم واوصي نفسي يعني ننتبه من موضوع كورونا. ايش بدي اقول، احنا اكثر ناس يعني لازم نكون حريصين اكثر من غيرنا، كمامات، ما تصافح أحد، حافظ على البعد الكافي، عقم يدينك على طول، شوف الموضوع التطعيم، لازم تكون أنت حريص جدا، لأنه فئة إحنا السكر عندنا مشكلة يعني عرضة للإصابة بشكل مرة كبير، نسبة إصابتنا بالكورونا ومضاعفات كورونا ومشاكل كورونا عندنا إشكالية مرة كبيرة، فلازم نكون إحنا حريصين على نفسنا بشكل كويس يعني. طيب اللي بعده نتكلم عن بعد رمضان ان شاء الله، بعد كل سنة وانتم طيبين مقدما يعني، بعد رمضان وما ادراك ايش حيصير بعد رمضان، السكر وكل الضيافات اللي بتصير في رمضان والمعايدات والدنيا هذه اللي بتصير، طبعا كله اللي بيقدم حلا
القاعدة الأساسية والبسيطة جدا، الحلا دواقة، دوب بس دوب، لا تكتر. يعني أخرج من البيت، تبغى تزور، تبغى تروح لناس، لا تخرج وانت جيعان عشان لا تعبي بطنك حلا، لا تعبي بطنك تمر، أخرج شبعان. حاول انك انت تاكل في البيت اكل صحي قبل ما تخرج اي مناسبة، سواء في رمضان ولا غير في رمضان، أخرج شبعان، لا تخرج جيعان عشان لا تعبي بطنك سكريات ونشويات تسوي لنا إشكاليات مرة كبيرة في سكرك. قسم وجباتك بعد رمضان، لازم تتقسم الوجبات من 5 إلى 6 وجبات في اليوم، بدل ما تأكل 3 وجبات كبيرة يصير صعب جسمك يتعامل معاها، قسمها يصير سهل إن الجسم يتعامل معاها، وجرعاتك تقدر إنك أنت إيش جرعاتك تقدر تغطي الوجبات الصغيرة، لكن الوجبات الكبيرة جسمك مرة يلقى صعوبة في التعامل معاها. الممارسة الرياضة، أكرر وأعيد، لازم يكون يعني المشي أفضل رياضة ممكن إنك أنت تمارسها، وأريح رياضة وأسهل رياضة إنك أنت تمارسها. الألياف والسلطات مرة مهم في كل وجبة، هذه خليها يعني شيء أساسي، موية وسلطة شيء أساسي في كل وجبة. وهذا واحد من المراجع اللي يحبوا يعني الصفحة هذه الأخيرة، في إذا يحب أي أحد يرجع للمرجع هذا يستزيد من معلومات، هو بالعربي وكويس وتابع لوزارة الصحة، وشاكرين للأخوان في وزارة الصحة إنهم بيقدموا المحتويات هذه. وآخر شيء نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وكل سنة وأنتم طيبين، وشكرا لاستماعكم يا أخوان. شكرا جزيلا حضرتك دكتور يوسف، الله يعطيك العافية، كفيت ووفيت، يعني ما فيش حاجة تانية وما فيش أسئلة معروضة، فنشكر حضرتك على التلبية، وكل عام وحضرتك بخير، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا أستاذ، شكرا جزيلا يا فندم، كل عام وأنتم بخير. أهلا، الله يعطيك العافية فندم، شكرا جزيلا. شكرا للحضور الكرام، انا نزلت رابط التسجيل على الشات، ان شاء الله يعني 10 دقائق وهنقفل الرابط، والحصول هيكون عن طريق ارسال الشهاده عن طريق الايميل. دكتور يوسف تفضل. معلش سؤال واحد بس لصوت دلوقتي، بيقول ما هي نوعية التمر التي ممكن المريض يتناولها وتكون أقل تركيز في نسبة السكر؟ طيب، التمور كلها بشكل عام كلها متساوية في محتواها من السكريات، بيشاع عندنا إنه والله في بعض أنواع التمر ما فيها سكر، وفي بعض أنواع التمر سكرها عالي، ما في فرق كبير، إنه فرق معنوي إنه نقول والله هذا النوع من التمر كويس لمرضى السكر، هذا النوع هذا مو كويس، كلها تعتبر من الفواكه اللي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، تختلف في محتواها، جلوكوز فركتوز سكروز، تختلف باختلافات طفيفة جدا، ما تعتبر إنها يعني كفرق معنوي علمي ممكن إننا إيش نقول والله هذا النوع معين انه كويس خلاص، لكن احنا تم نكون حريصين على الكميه بغض النظر عن النوعيه. تختلف التمور، انواع التمور تختلف في مراحلها، ايش يقولوا لها، هي اللي هو مثلا في مراحل النضج تختلف، مثلا البلح يختلف عن الرطب، يختلف عن التمر في محتواه من السكريات، لأنه في البلح يكون محتواه من السكر قليل، تبدأ تتركز السكريات في الرطب أكثر، وتبدأ تتركز أكثر وأكثر في التمر، هذه في مراحل النضج. أما غير كده قد تجيب التمور بشكل عام، كل أنواع التمور تحطها كمرحلة تمر، ما في اختلاف كبير في التمور، ف بلاش يعني نقول والله
السكرية مثلا لا كويسة أنا آكلها كثير، ولا مثلا آكل أروح يعني آكل مثلا نوع ثاني، ولا آكل مثلا البرني، ولا كلها تقريبا زي بعض، كلها زي بعض. تمام. كان طب سؤال آخر بيقول هل الصيام يؤدي لارتفاع السكر أو انخفاضه؟ والله الصيام يعني في بعض على حسب الحالة الصحية، على حسب حالة المريض. في ناس اللي بياخذوا جرعات عالية مثلا، أو بلاش نقول جرعات عالية، اللي ما هو منتظم في جرعاته، اللي ما هو منتظم في أكله، ما هو مرتب أموره بين جرعاته وبين أكله، إذا زادت الجرعة عن أكله حينخفض السكر، وإذا سوى العكس حيرتفع السكر. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني إذا أكل أكثر من جرعته حيؤدي هذا إلى ارتفاع السكر. إذا أكل الأكل مجموع الكربوهيدرات اللي موجودة في أكله كانت أعلى من جرعته اللي بياخذها، سواء حبوب أو إنه أنسولين، إذا كانت الكربوهيدرات مجموع الكربوهيدرات اللي دخل لجسمه أعلى من الأنسولين اللي أخذه حيرتفع السكر معه. وإذا كان العكس، إذا كانت جرعاته مرتفعة جدا الأكل اللي أكله قليل، في دي الحالة حينخفض السكر عنده، وحتصير له مشاكل سواء بين الارتفاع ولا الانخفاض. تمام يا فندم. بيقول هل الرز المخصص لمرضى السكري نافع؟ الرز المخصص لمرضى السكر، هو سؤال كده قاله. هو ما في رز مخصص لمرضى السكر، لأنه احنا خلينا نقول بين الرز الأسمر والرز الأبيض. الرز الأبيض زيه زي الحب الفينو اللي هو مقشر، القمح الفينو مقشر، وعندنا القمح الحب اللي هو بقشره. فالرز الأب الرز الرز اللي يجي بقشره يجي لونه بني، فيقولوا انه هو هذا صحي، فنتعامل معاه انه ماده نشويه زيها زي اي ماده اخرى، يعني ما نكتر منها، يعني ما نكتر منها، لانه ما يقول لك والله انا رز صحي اروح اكل قد ما ابغى، لا، في نشويات. ما يقول لك والله انا اكل مثلا حب، يعني مثلا خبز حب اروح اكل زي ما ابغى، طب لا، في نشويات برضو. صحيح انه هو في الياف عاليه، بس برضو في نشويات، يعني احنا ما حيلغي محتواه من النشويات، سواء وجود الالياف فيه او عدم وجودها. لكن الرز الابيض اللي عندنا، ارجع اتكلم في موضوع الرز الابيض، الرز الابيض منزوع القشره تماما منه ومغسول، واحنا بناكل نشا صافي بالنسبه للرز الابيض. هذه مشكلتنا مع الرز، زي لما ناكل الفينو، زي لما ناكل التوست الابيض، احنا بناكل نشا صافي، شيء لا يذكر فيه الفيتامينات والمعادن والاشياء اللي تنفع المفيده يعني. تمام. سؤال بيقول دكتور يوسف، لو شخص ما نفع معاه قاعدة 15 ل 15 وقت الانخفاض، ما هي الوجبات البديلة التي إذا أخذ شيء يعادل 15 يرتفع السكر لديه 300 أو 400؟ طيب بالنسبة للموضوع هذا، يعني لازم إنه الواحد يكون كيف، لازم يتابع مع الأخصائي حقه، يعرف إيش اللي يسويه. هذه يبغى لها حساب للكارب زي الناس، يعرف أنت استجابتك بالنسبة للكربوهيدرات كيف، استجابتك للأنسولين كيف، إيش الطريقة اللي تكون مناسبة لك. انا ما حقدر مثلا، انا ما اعرف الشخص هذا مين متابع معاه، مين ما متابع معاه الشخص هذا اللي سأل، لكن يعني ما نبغى يرتفع السكر ل 300 و400. ليش يعني؟ السؤال كان شويه، يعني انا بقرا هنا في الشات موجود، يعني تمام. ليش يرتفع السكر، تبغوه يرتفع 300 و400؟ احنا نبغى الكارب يساوي الجرعات بالحد اللي احنا نخليه، يعني في المعدل الطبيعي ما يتجاوز 200. النقطة اللي بعدها أنا مش فاهمها حضرتك، طب ما الشيخ صار عند حضرتك مرة أعاني من هذا الشيء. مرة أعاني من هذا الشيء، ارتفاع شديد أشياء يكون كاربو. هو ممكن عندها يعني حساسية الحساسية عالية بالنسبة للكربوهيدرات أو الأشياء هذه، فهذه أنصحها إنها تروح تراجع مقاومة، أو هي توا بتقول مقاومة الأنسولين، لازم تراجع أخصائي تغذية يكون مشرف ومتابع على حالتها وقاري ملفها، ولازم يكون الهسترو عنده واضح عشان يعرف يتابع معاها بالطريقة المناسبة من غير ما يدخل مجال للتخمينات.
طبعا مريض السكر عرضة لمريض السكر عرضة للضغط، ومريض الضغط عرضة للسكر، يعني التنين بتجيب بعض. فلازم احنا نحاول نحافظ على يعني معدل السكر، نحافظ على معدل التراكمي، عشان لا يعني نكون يعني نسبة الإصابة لمرضى السكر بأنه يجي له ضغط نسبة مرة عالية. فإن شاء الله أننا يعني نكون قدها احنا وقد المسؤولية ونحافظ على صحتنا. هو في سؤال معروض على الكيو ايه بيقول: ما هي انواع الفاكهة المفروض تجنبها المريض السكري؟ طيب خلينا نتكلم عن قواعد عامة يعني بالنسبة للفواكه. الفواكه الفاكهة اللي حلاها ندوق حلاها عالي، هذه ناكل نصها أو نحاول ناكل منها كميات مرة قليل في حالة إنها ما تتعد. بمثلا يعني عندنا مثلا أي أحلى مثلا في الحلا، مثلا المانجا ولا البرتقال؟ المانجا حلاها عالي، فهي هذه تعتبر سكرها عالي من غير ما ندخل في متاهات الجداول ومحتواها من السكر ومن الأشياء هذه. الموز يعتبر سكره عالي. ايش في ثاني عندنا مثلا؟ العنب مثلا محتواه من السكر عالي، حلو، في حلا عالي. طيب التفاح مثلا حلا وسط يعتبر، يعني اي احلى مثلا العنب ولا التفاح؟ العنب احلى. فاللي حلاها عالي ما نتجاوز كف اليد بالنسبة للأكل، الكمية حقتنا تكون قد كف اليد بالنسبة للفواكه. التمر 3 4 حبات، المانجا شريحة، موز إذا كانت كبيرة ولا إذا كانت صغيرة 1 حبة، العنب قد كف اليد مثلا 5 حبات 6 حبات، هذه يكون سهل إن الجسم يحاول يعني يقدر يسيطر، يقدر يعني يتعامل معها. أما أكثر من كده فيكون السكر مرة عالي فتكون في صعوبة. مثلا حبة التفاح مثلا حلاها متوسط نقدر ناكل حبة كاملة، حبة البرتقال حلاها متوسط نقدر ناكل حبة كاملة زي كده. تمام. فهمت. في سؤال برضه معروض على الكيو اي بيقول: بنتي عمرها 8 سنوات دايما في الارتفاع، كيف أيوه اظبط السكر؟ تاخذ في الجرعه 2 مع كل وجبه، اصلها 2 انسولين. هي تاخذ جرعتين، وهي بتاخذ يعني سكرها غير منتظم طول الوقت يعني. دايما في ارتفاع بس ما حددتش نوع الانسولين. اوكي، هو طبعا برضو مهم يعني نعرف ايش احنا نوع الانسولين، نعرف ايش هي بتاخذ لانتوس ولا ما تاخذ لانتوس، ايش بتاخذ معاها الجرعات اللي مصاحبة للوجبات. طيب هي البنت الصغيرة هذه مثلا كم عمرها؟ بتقدر تسيطر معاها في الحلويات أمها ولا لا، ولا أبوها ولا والدينها؟ في عوامل مرة كثير، فلازم إحنا نراجع أخصائي التغذية العلاجية والدكتور ولا عشان نعرف نحدد الإشكالية فين. الإشكالية الآن مبهمة وما هي واضحة وفي مجال كبير للتخمينات يعني، لكن يعني مهم إننا نقول لها طفلة صغيرة نحاول إننا نعوض لها السكريات مثلا بالحلويات اللي هي الفري شوجر، هذه اللي هي مثلا يعني اللي هي الفري شوجر اللي خاليه من السكريات، الحلويات هذه. هذه ك طيب. يعني عنصر من العناصر يعني، انا ما ادري صراحه، يبغى لها يعني استفسار اكثر يعني. طيب حضرتك، في سؤال ظهر على الشات: عند الفطور آكل 3 حبات تمر مع كاسة لبن وأحس بخمول شديد، ضروري أنام، ما سبب هذا الخمول؟ هذا سبب الخمول لكل الناس بيجيهم الخمول هذا يعني، لأن الدم بيتجمع حوالين الجهاز الهضمي، فهذا شيء طبيعي يعني. الكل يعني بعد الفطور بيحاول يجيله يعني غفوة جنب السفرة كمان في نفسه، فهمت. ما هي مشكلة يعني. طيب، وفي حد بيقول: الشمام، أكيد يقصد رأي حضرتك في الشمام. الشمام كويس، بس برضو ما نبغى نتجاوز شريحة شريحتين، أليافه عالية، سكرياته شوية عالية. برضو تختلف درجة النضج، مهم عندنا في الفواكه درجة النضج هي بتأثر على محتوى السكريات. في شيء يكون نشويات معقدة لما يكون هو لسه ما نضج، من يوم ما يبدأ عمليات النضج يقوم يتحول النشويات تتحول إلى سكريات، في شيء بسكريات معقدة وفي شيء سكريات بسيطة. درجة النضج مرة مهمة، إذا كان مستوي مرة حتكون السكريات فيه مرة عالية. الكمية مرة مهمة عندنا، شريحتين كويس، وما نخاف منه كثير لأنه صراحة فيه ألياف كويسة ومحتوى من الموية عالي.
تمام، ولغاية الآن ما ظهرش أسئلة قدامي تاني. واحدة، إذا أكلت نشويات تحس بنعاس، لو ما هي صايمة؟ إذا أكلت نشويات تحس بنعاس حتى لو ما هي صايمة. إذا واحدة إذا أكلت نشويات تحس بنعاس حتى لو ما هي صايمة، والله يعني ما في ريليتد، يعني ما في، يعني على حد علمي، يعني ما في. هو أكثر شيء ممكن إنه هو لما يأكل الواحد يعني يبدأ الدم يتجمع حوالين الجهاز الهضمي على أساس يكمل عملية الهضم، عملية انتقال المواد الغذائية لباقي الجسم، عمليات الهضم يعني اللي بتصير في كل إنسان يعني. تمام، برضو فما لها اتفضل يعني. فندم، تفضل. اتفضل فندم، انا اسف المقاطعه، اتفضل. لا، ما في شيء، خلاص انتهي. بقول سؤال برضو على الكيو اي، بقول هل المحليات الصناعيه زي الاسبرتام مناسب لمرضى السكري؟ والله المحليات الصناعية، احنا نبغى نتكلم في موضوع المحليات الصناعية، هو بديل كويس لكن ما ينفع الاكثار منه. نبغى نحاول نكون يعني في ما نكثر منه بشكل مرة كبير، لأنه عليه يعني عليه أبحاث. في ناس يعني الأبحاث متضاربة بين إنه آمن وإنه غير آمن، فخلينا احنا في الجانب الآمن، إنه ما نكثر منه، ما ناخذه غير في الأشياء اللي واحنا مضطرين، إنه الشيء ما يتاكل غير لازم يكون فيه حلا. فاحنا يعني ناكل نستخدمها هذه الأشياء، وهي بديل كويس لنا احنا مرضى السكر، إنه ما يسبب لنا ارتفاعات عالية في السكر، أو ما يرفع لنا السكر نهائيا، لكن ما ينفع الاكثار منه على أي حال، بأي حال من الأحوال. هو سؤال ملوش علاقة بالتغذية، بيقول هل شد العضلة أو الأعصاب من أعراض السكري؟ والله ممكن يعني بسبب خلل يكون في عملية إنه ما في موجود، ما يكون يعني نقص الجلوكوز في الدم بشكل مرة كبير، حيسبب دوخة. هو أول شيء حيسبب دوخة ويسبب إغماء، وبعدين ممكن تصير تشنجات. يعني نقص الجلوكوز في الدم تيجي كم عرض كده، بعدين تصير تشنجات، يعني يكون في دوخة، يكون في تعرق، يكون في علامات أكثر، بعدين يوصل للتشنجات في حالة إنه الجلوكوز انتهى تماما من العضلات، وتبدأ تصير تشنجات في العضلات. تمام، في حد عارض أسئلة تاني؟ ما هي علاقة سخونة القدمين بمرض السكري؟ هو بسببها يعني ارتفاع السكر بشكل مستمر، وعدم المحافظة على المعدل الطبيعي للسكر بيسبب في اعتلال في الأعصاب، ويسبب مشاكل في الأعصاب الطرفية وبالذات في الأقدام، ويشعر المريض بحرارة في القدمين، تنميل، فقد الإحساس. هذا بسبب الارتفاع العالي المستمر للسكر في الدم. شو أفضل طريقة الطهي لمريض السكري؟ والله طرق الطهي إن شاء الله هذه نبغى نفصل فيها، نبغى نسوي لها محاضرة إن شاء الله، يعني نبغى حتى يعني نبغى نسوي لها زي الوركشوب ولا شيء. نبغى نعلم الناس كيف يطبخوا بطريقة كويسة. مهم، مرة مهم. يعني أنا ممكن يعني أقولها كده باختصار، لكن نحتاج إننا نتعلم إيش الطبخ الصحي باختصار. يعني أدرج لكم، هي من الأفضل إلى الأسوأ. أول شيء الأفضل اللي هو الستيمر ولا التبخير، خلاص أفضل شيء اللي هو التبخير. بعد التبخير السلق، وبعد السلق اللي هو الشوي، وبعد الشوي ولا الجريل زي بعضها، وبعدها وآخرها وأسوأها يعني اللي أنا ما حد يفضل، اللي هو القلي. تمام، حضرتك شايف الشاب بنت طفلته عمرها 7 سنوات أصيبت بالسكري قبل أسبوعين، كيف أقدر أمنعها من الأكل اللي هي متعودة عليه؟ مش فاهم يعني السكري قبل أسبوعين، حضرتك كده كيف أقدر بتتعاملي؟ أمنعها من الأكل اللي هي متعودة عليه؟ طيب هذه يعني يحتاج
ترجعي تراجعي الأخصائي تغذية، يبدأ يتابع معاك. يعني هي تغير حياة ومرحلة حياة جديدة، فلازم يكون في متابعة ومراقبة يعني كويسة، ولازم توجد البدائل. البدائل لطفلة صغيرة ما حتعرف تميز لك والله هذا ينفع ولا هذا ما ينفع، فالمسؤولية كلها عليك أنت، حاولي توفري لها البدائل اللي تكون ما فيها سكريات. روحي البقايا الموجودة، الشلف اللي هي شو اسمها الرفوف اللي موجودة حقة الحمية، في كثير منها خالي من السكر، تكون في حلويات خالية من السكر، هذه حاول انها هي تكون البديل، لا تسيبيها عرضة انها هي يعني خلي في جيبها طول الوقت حلويات من الانواع اللي هي تحميها يعني بالحلويات كويسة خالية من السكر، بدل ما تلجأ للحلويات اللي هي ايش اللي فيها سكر، وحيكون السيطرة مرة صعبة. ولازم تيجي يعني انت مع البنت ومعاكي اخوانها، احنا لما نيجي نبغى نتكلم يا جماعة الخير موضوع السكر موضوع حياة، موضوع يعني تغير حياة، لازم الكل يتغير، مو احنا راح نغير للأسوأ، راح نغير للأحسن، الصحة تكون أفضل. بعض المفاهيم الغلط لازم تتغير، بعض المفاهيم الصحيحة لازم تكون شرط أساسي في البيت، لازم يتغير الوضع في البيت إلى الأفضل للكل. ما نقول نعاقب مريض السكر عشان السكر احنا يعني نحرم من كل شيء، لا، احنا نبغى ننحرم كلنا من الأشياء الضارة، ونبغى نضيف الأشياء الكويسة في البيت بشكل عام. يعني انت يا فندم بقول السيف ان الدايت مفيد لها، يعني حضرتك غازيات الدايت عامة، رأي حضرتك فيها يعني. والله شوفوا يا جماعة، بالنسبة للمشروبات الغازية سواء يعني الدايت ولا العيدية، هي كلها على أي حال يعني سيئة وما هي كويسة، ومشروبات الطاقة أسوأ وأسوأ للأسف. يعني الأولاد والأطفال متجهين لها اتجاه مخيف جدا، وهذه أنا صراحة يعني الكل يحاربها، وما تلقي أحد أو ما تلقوا أحد ممكن يوافقكم على مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، طبعا ممنوعة منعا باتا يعني مشروبات الطاقة. طيب نيجي للمشروبات الغازية الدايت، يعني إذا مرة مرة يعني خلينا زي ما أقول، إذا مرة يعني إذا غلبت الروم، يعني إذا مرة ما في حل ما في حل، فلازم يكون يعني تشرب يعني بكميات مرة قليل، ويعني وتحتها 100 خط على قولهم دايت. انا ما اشجع انه المشروبات الغازيه دايت، بس هو كبديل افضل من انه الواحد يشرب اللي هو المشروبات الغازيه اللي بالسكر العادي، لانه المشروبات الغازيه اللي بالسكر العادي عباره عن قنبله سكر حقيقي، عباره عن قنبله سكر تدخل للجسم. الكان هذا اللي هو ولا علبه البيبسي هذه يا جماعه فيها من 12 الى تسعة، من 9 إلى 12 ملعقة سكر. إحنا بناكل سكر صافي كده، وبنخلي البنكرياس يتجنن، ونخلي الجسم يدخل في حالة طوارئ، والسكر إذا دخل بكمية مرة عالية بتنخفض المناعة تقريبا 50%، وبتصير لنا يعني إحنا بس بتشربوا كاسة بيبسي وما ندري، يعني بتصير عاصفة في الجسم حرام، كله عشان الشغلة هذه يعني، فنحاول نتجنبها. هذا بالنسبة للسكر، بالنسبة للكربونات اللي موجودة، بالنسبة للمواد الكيميائية اللي موجودة فيها، بيسبب هشاشة عظام، بيسبب مشاكل مرة كبيرة احنا في غنى عنها، فنحاول نوجد البدائل. البدائل موجودة وبشكل مرة كبير، ونحاول حتى البدائل اللي ما احنا متعودين عليها نحاول نتعود عليها، ونحاول نبدل العادة السيئة بعادة كويسة. هذا الكلام اللي في أول المحاضرة، نحاول نبدل العادات، وفرصة في شهر رمضان إننا نبدل العادات السيئة بعادات كويسة، عادات حسنة، من ضمنها العادات السيئة هذه اللي هي قارورة البيبسي دي، ولا علبة البيبسي اللي على السفرة هذه، نحاول نبدلها بعصير، نبدلها بموية، نبدلها بمشروب صحي طازج. يعني المهم نحاول نتجنب المشروبات الغازية بأي شكل من الأشكال. طيب في حضرتك شايف بيقول في يوجد مياه غازية، هل تكون بديل للمشروع غازي؟ أنا مش فاهم الحقيقة. طيب المشروبات اللي هي المياه الغازية
تقريبا هي يعني برضو فيها البيكربونات وفيها الشغلات هذه يعني المياه الغازية يعني. طبعا هم بيقولوا انها مهضمة والبيبسي يهضم والبيبسي ما يهضم ومدري ايش. هو ما يهضم البيبسي، لكن هو ايش، هو لما ينزل في المعدة سواء المياه الغازية ولا البيبسي، لما ينزل في المعدة بيطلع كميات من الغاز مرة كبيرة، وبيسوي عملية دفع لكمية الأغذية، يخرجها شيء غير مهضوم من المعدة، فالواحد يحس بالارتياح يعني، انه والله بطنه فضيت. هو حقيقي انه ما فضيت، انها ما انهضمت يعني، وخرجت من المعدة وهي ما انهضمت. ولكن المياه الغازية يمكن يعني أهون السيئين يعني، أهون السيئين، ولكن فيها بيكربونات وفيها كربونات وفيها الأشياء اللي ممكن تسبب لنا مشكلة العظام يعني، بالذات اللي عندهم هشاشة عظام، اللي عندهم مشكلة في العظام، اللي أكلهم قليل فقير بالبوتاسيوم والكالسيوم والشغلات هذه. مو بوتاسيوم، ما له علاقة، يمكن بس الكالسيوم عندنا مشكلة. في ناس ما بياكلوا، ما بتعجبهم الأشياء اللي فيها كالسيوم، فإحنا عندنا يعني مشكلة مرة كبيرة إنه يشرب بيبسي يعني، ولا يشرب مثلا مشروبات غازية، فيبغى لها انتباه الشغلة. تمام، لغاية الآن مفيش أسئلة. هو السؤال، الولد يشكي ظهره من الخلف يا دكتور، من السكر يعني. ايوه عايز أحد سؤال حضرتك شايفه على الشاشات، هو مش خاص بالتغذية يعني. والله هذه يعني ما اعرف، هل هو يعني بيشتكي من ظهره عشان هو معاه مريض سكر هو، ولا مو واضح صراحة بالنسبة لي. هي أظن هي بتسأل هل ده من السكر ولا لأ يعني. طب هو هذا معاه سكر اصلا ولا لا، عشان اعرف يعني. صح، يا ريت اللي بعد السؤال يوضح السؤال يا جماعة. هو مريض سكري وعمره 8 سنوات. مريض سكر وعمره 8 سنين، طيب وإيش الإشكالية عنده؟ إنه بيشتكي من ظهره. والله هذه يبغى لها يروح يكشف أول شيء يعني، يروح لدكتور حق مثلا عمود فقري، شوف إيش الإشكالية، هل له علاقة بالسكر، الألم في الظهر ده له علاقة بالسكر ولا مو له علاقة بالسكر. إذا له علاقة بالسكر ممكن يجي علينا مثلا على المركز، مثلا الدكتور يعني ينظم له السكر حقه ويضبط له اموره. هو لازم اول شيء يرجعوا للطبيب حق عمود فقري عشان يعرف يعني ايش المشكلة بالضبط. تمام يا فندم، نحدد أسئلة تانية. في سؤال على الكيو اي، انا كان تعقيبا على سؤال المحليات الغازية، بيقول ايش افضل يعني المحليات الصناعية، والله المحليات الصناعية. المحليات الصناعية يعني من غير ما نعمل دعاية، بس هو تقريبا نحاول ندور على المحليات اللي تكون أصلها طبيعي، وهي يعني مثلا هي من ضمن يعني نتجنب صراحة اللي هي أصلها كيميائي يعني، زي الاسبارتين مثلا هو مركب كيميائي، فنحاول نتجنبه، نحاول ندور على اللي يعني أصلها طبيعي. مثلا في شركة هذه الاستفيان، اللي هي كل اللي مصنعة من أوراق الاستفيانة، شركات كثير بتنتج المحلى هذا اللي منتج من شركة، أو مو من شركة، من ورقة النبات، نبات معين هذا اسمه استفيا، ستيفيا من شركة مش ورقة نبات ستيفيا هذه. في شركات كثير متشغلة مع ايش، تصنع السكريات من ده الشيء يعني، من دي الورقة. فهي اللي تقريبا يعني إلى الآن ما قريت شيء، على حد علمي ما قريت شيء إنه يعني أحد قال فيها شيء يعني إلى الآن يعني، والله لا عالم يعني إذا في شيء جديد، جد شيء جديد ولا لا ما أعرف، لكن إلى الآن وما عليه إن شاء الله إشكالية. تمام، هو الوقت خلاص. تمام، وفي نهاية اللقاء نتقدم بخالص الشكر الجزيل للدكتور يوسف إبراهيم عبده، دكتوراه في الكيمياء الحيوية التغذوية، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة،
شكرا جزيلا دكتور لحضورك المتميز، حضرتك كفيت ووفيت وتلبيتك لاكثر من دعوه، وشكرا جزيلا بجد حضرتك فهم. الله يعطيكم العافية وكل سنة طيبين، ونتمنى أن الجميع استفاد ويجعل عامكم مبارك إن شاء الله. آمين يا رب، كل عام وحضرتك بخير. سنة طيبة، السلام عليكم. وشكرا لحضورنا الكرام، وإن شاء الله على موعد آخر بلقاءات تثقيفية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.